وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى ابنتك المظلومة المضطهدة المغفورة سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى صبطيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء من ذا أسائله عن الزهراء أضلاعها أم عينها الحمراء أم دارها مذ حولها احتشدوا متوثبين ليهتكم سترا يا نار أم أسأل النار التي اتقدت كيف اتقدت ببابها جمرا يا نار لما أذيت فاطمة وأثرت وسط فؤادها ذعرا الشاعر يسأل الدار ما حصل جواب سأل النار وما حصل جواب وين توجه الشاعر توجه إلى الباب يا باب قل لي وقد عصرت أجهلتها فعصرتها عصرا فأجاب كفوا عن ملائمتي أنا ما جهلت لفاطم قدرا ما الذي جرى يا باب لكن أتتني وهي حاسرة فسترتها يا كي لا ترى حسرا وحفظتها خلفي فما حفظت
بل كسرت أضلاع كسرى لا تسألني حين بالتصقت هل شق مسماري لها الصدر لا تسألني كيف مزقه وسلوا فهو بحالها أدرى شنو صار يا باب قال لما أغار يعني لما أغار بصدري المسمار لما أغار بصدري الفجر من هالدماء ومحسن خر أيوة فاطمة وسلوا فهو بحالها أدرى عنه سلوا الأعتاب كيف هوى وتوسد الأحجار والصخرة بعد يا شاعر قال ودماه سالت فوق مبسمه لما جرت من رأسه نهرا ومتعجب العالم من أفعالك يا كرا بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقا وانا انتخب فضاء وجنيني خرب الاعتاء بعد زهرة قالت وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جوا قالت من طحت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضة تعالي بعجل لي وخريت يا حامل حمى مغشي علي ورد لي طاغي ولختش منك ولاها وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني احمرت عيوني وخر جنيني وصدري انصاع وردوا لك وقادوك يا ليث الكتايب وانت الذي من بابك تموج الكتايب والله افعالك يا علي تراوي عجايب كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغاب نوجه كلامنا الى الباب يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب يا الباب يا الباب ذهيل ولا بقالي فكر يا الباب يا الباب يا الباب انشدك وين محسن سقى
يا الباب يا الباب ويوم العصر والزهر الذكية ويوم العصر والزهراء ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وعلى ظالميهم لعنة الله أبدا من الآن إلى قيام يوم الدين. مما ورد في زيارة الزهراء عليها السلام: يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك به صابرة. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بهذه الذكرى الأليمة والفاجعة العظيمة، وهي ذكرى استشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقها أن يفرج عنا وأن يقضي حوائجنا وأن يفك أسرانا وأن ينتقم لنا ممن ظلمنا وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، إنه لما يشاء قدير. في هذه الدقائق المعدودة أقف حول ثلاثة أسئلة على النحو السريع. السؤال الأول: هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يمتحن الإنسان قبل هذا العالم وهو عالم الدنيا؟ السؤال الثاني: ما هو امتحان الله للزهراء عليها السلام؟ السؤال الثالث: لما وصفت الزهراء بهذا المقام وهو مقام الصابرين؟ على النحو السريع. وقبل الإجابة على هذه الأسئلة أقف حول معنى الامتحان. ما هو معنى الامتحان؟ ذكر العلماء أعلى الله مقامهم أن الامتحان أيها الأحبة هو الاستعلام والاستخبار عن شيء مخفي، وله صور عديدة. أذكر بعض صور الامتحان. صورة أولى: كأن يقال لك امتحن صاحبك قبل مصاحبته لتقف على حقيقة أمره، يصلح أصاحبه أو لا. هذه صورة من صور الامتحان، أستعلم حالة. صورة ثانية: كأن يمتحن المعلم تلاميذه ليقف على حقيقة مستوياتهم. صورة ثالثة: كأن يمتحن الرجل الزوجة المرأة قبل الزواج منها ليقف على حقيقة أمرها. صورة رابعة: كأن يمتحن الرجل شريكه في التجارة، يدخل معهم مثلا في تجارة ضيقة، إذا نجح في الامتحان أتوسع معه في تجارة أوسع من التجارة الأولى. وصورة أخيرة من صور الامتحان، وهذا ما يستخدمه الله سبحانه وتعالى، أن ينزل البلاء والمصائب على الرجل حتى يعلم الإنسان حقيقة أمره، ويعلمون الناس حقيقة أمره بأنه يصبر على هذه المصائب وعلى هذه البلايا أو لا.
والله سبحانه وتعالى أشار في آياته من ضمنها بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى الامتحان والبلايا ويراه بأنه يصبر أو لا. وهذا حقيقة وباطن البلاء. البلاء حينما يمحص الذهب يعرض عليه النار حتى تزال منه الشوائب والمعادن الأخرى ليكون الذهب نقيا صفيا، كذلك المؤمن. وينزل الله البلاء على قدر إيمانه. المصائب منح من الله كما يقول الإمام الصادق، هدايا. ومثل المؤمن كمثلي كفتي الميزان كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. بعد معرفة حقيقة الامتحان وما معنى الامتحان وصوره، نأتي إلى السؤال الأول: هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يمتحن الإنسان قبل هذا العالم؟ من المعروف عندنا أن الإنسان يتعرض إلى البلاء وإلى المصائب في وين؟ في هذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يقولوا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الافتتان يكون في هذا العالم. كيف لله سبحانه وتعالى أن يمتحن الزهرة قبل خلقها؟ وأيضا تظهر لنا نتيجة الامتحان أنها ماذا؟ أنها صابرة. هناك رأيان للعلماء حتى لا أطيل عليكم. الرأي الأول يفسرون هذا المقطع، وهو مما لا شك فيه ورد عن المعصوم، والمعصوم يضعنا على الحد المناسب لا زيادة ولا نقصان. ذكر العلماء في الرأي الأول أن الزهراء عليها السلام امتحنت قبل هذا العالم، وأن الإنسان يمر بعوالم عديدة، يبدأ بعالم الذر، ثم عالم الأصلاب، ثم الأرحام، ثم عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم يوم القيامة، ثم الجنة أو النار. فامتحان الله للزهراء عليها السلام: يا ممتحن امتحنك الله قبل أن يخلقك في عالم الدنيا في عالم سابق. ما هو هذا العالم؟ أشار العلماء إلى أن ذلك العالم مخصوص فقط لأهل البيت عليهم السلام، ويسمى ذلك العالم بعالم الأنوار، وله اسم آخر عالم الأظلة. وهناك روايات عديدة وردت وتتحدث عن هذا العالم. من هذه الروايات ورد عنهم: كنا أنوارا محدقين بعرش الله قبل أن يخلق الله الخلق 14,000 عام. كانوا أنوار محدقين بعرش الله سبحانه وتعالى. فامتحان الزهراء في ذلك العالم. وهناك آيات عديدة من ضمنها هذه الآية تدل على أن هناك حوار حدث بين الله قبل هذا العالم وبين الإنسان، كمثل هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. متى الله عرض الأمانة؟ يقول المفسرون: ليس في هذا العالم، وإنما في عالم سابق. وما هذه الأمانة؟ اختلف المفسرون. بعضهم قالوا أن الأمانة هي التكاليف الشرعية، وبعضهم قالوا بأن الأمانة هي ولاية محمد وآل محمد. الرأي الثاني قالوا: لا، ليس المقصود بيا ممتحن امتحنك الله قبل أن يخلقك في عالم سابق، وإنما الله سبحانه وتعالى استخبر حال فاطمة قبل خلقها، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وعلم الله علم أزلي. أنا حينما أختبرك لأعلم حقيقة أمرك، لكن الله هل يحتاج على أنه يختبرنا ويعلم حالنا؟ هو يعلم قبل خلق الشمس أن هناك سوف تكون هناك شمس ستنير هذه الدنيا، يعلم قبل خلق هذه الأرض أن هناك سوف تكون أرض يمشي عليها الإنسان.
فبلحاظ امتحان الزهراء لعلمه وعلم الله علم أزلي قديم. إذن لماذا استخدمت في الزيارة صيغة الماضي امتحان وهو يعلم بحالها؟ يقول العلماء حينما يستخدم هذا الموضع في صيغة الماضي يدل على حتمية الوقوع. وهناك موارد عديدة في القرآن الكريم تكلمت بصيغة الماضي ودل ذلك على حتمية الوقوع، مثل بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت. وهل قربت الجنة؟ إلى الآن لم تقرب. إذن لماذا استخدم القرآن أزلف فعل ماضي والجنة لم تقرب؟ المفروض يقول سوف تزلف أو ستزلف. مورد آخر، بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها، مع اختلاف المفسرون في ذلك، أشرقت بعدل الله، وفي رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أشرقت الأرض بنور قائم آل محمد. الله، أشرقت الأرض بظهوره وهو لم يظهر غائب بأبي وأمي إلى الآن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. المفروض تقول الآية ستشرق الأرض أو سوف تشرق الأرض. هنا يقول علماء إن دل على شيء فإنما يدل على حتمية الخروج للمولى، بأب المئة سوف يخرج الإمام. كذلك حينما ذكر في الزيارة امتحنك الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يعرض الزهراء إلى الامتحان بأب المئة حتما، مما لا شك فيه ولا ريب. بعد الانتهاء من السؤال الأول نأتي إلى ما امتحان الزهراء، ما هو امتحان الله للزهراء؟ هناك ثلاثة آراء. رأي الأول قالوا بأن الله امتحن الزهراء عليها السلام بأنه عرض عليها ما سيصيبها من ابتلاءات وامتحانات فسلمت وصبرت وشكرت الزهراء، هذا رأي. رأي ثاني لا، قالوا امتحان الله للزهراء بأن الله حمل الزهراء العلوم الربانية والأسرار الإلهية فحملت هذه العلوم، لذا من ألقابها العالمة. رأي ثالث قالوا بأن امتحان الله للزهراء عليها السلام أي أنها أهلها واصطفاها فكانت أفضل من سائر أقرانها ووصلت إلى مقام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا هو امتحان الله للزهراء كما أشار إليه هذا الرأي سماحة الشيخ محمد صنقور حفظه الله. بعد انتهاء من معرفة ما امتحان الله، لما وصلت أو وصفت الزهراء بهذا المقام؟ أيها الأحبة، مقام الصابرين مقام عظيم ومقام رفيع، ويذكر العلماء بأن الصابر هو أم الأخلاق، وكما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بما مضمون أن الصبر من الإيمان كمثل الرأس من الجسد، والصبر يدخل في كل شيء، يدخل في الطاعة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، ولا يكون الإنسان زاهدا إلا عن هذه الدنيا إلا بالصبر. إذا نجد بأن في كل شيء يدخل فيه هذا المقام ووصلت إليه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهو مقام الصابرين، وصبرت الزهراء على كل أذى وعلى كل مصيبة. ولا أحد يتصور بأن الزهراء صبرت في آخر حياتها، لا، منذ أن كانت في بطن أمها السيدة خديجة عليها السلام، ونساء قريش قد قاطعتها لزواجها من النبي الكريم محمد. فصبرت وسلت أمها وهي في بطنها، في بطن السيدة خديجة، وخرجت وتحملت أعباء الرسالة، ورأت أمها خديجة على فراش المنية
فقامت أيضا برعاية أبيها حتى أطلق عليها أبوها أم مرحبا بأمي أبيها. ودخلت معه في شوط جديد وهو في المدينة، ترى آثار الدماء على أبيها من اليهود من بعض نسائه الأذية وهي تسلي أبيها، حتى جاءت رزية الخميس وما جرى على أبيها حتى هجموا على دارها بأبي وأمي بعد وفاة أبيها رسول الله. يقول المؤرخون أنهم هجموا على دار الزهراء 3 مرات، مو مرة واحدة يهجمون على الزهراء، يجمعون الحطب عند ذلك الباب الذي يستأذن فيه رسول الله، تقول له أبا الباب البيت بيتك والبنت بنتك، الملائكة تستأذن عند دخول عند ذلك الباب وهم يجمعون الحطب عند بابها، قالوا لهم إن في الدار فاطمة، إن في الدار الحسن، في الدار الحسين، في الدار القرآن، قال ويحكم احرقوا الدار بمن فيها. يأتي ذلك اللعين يقول رأيت أنامل الزهراء من شقوق الباب فضربتها بالصياط على أناملها. اكتفى ذلك اللعين، لا والله، يقول أسندت ظهري إلى الجدار وركلت رجلي بالباب حتى عصرتها بين الباب والجدار. اكتفى بذلك اللعين، لا والله، يقول دخلت الدار قابلتني بوجه أعشى بصري نورا فضربتها على وجهها. صف لنا حالها سيدي يا جعفر بن محمد الصادق، يقول كانت جدتي معصبة الراس منهدة الروح، تنام الزهراء على جنب واحد نحيلة يا عليلة. في عمر الزهورة 18 سنة الزهراء، وتخفي وجهها عن أمير المؤمنين وأنينها. لكن في يوم دخل أمير المؤمنين ويسمع أنين الزهراء تنادي آين وهذلعا آين وعينا، وتسمع هذه الكلمات يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلتي وبلغة ابني، لقد أجهر في خصامي وألفيت لا لذ من كلامي، خانك ريش الأعزال يا علي خرجت كاظمة وعدت راغمة. إلى أن ظلت في مثل هذه الليلة حان حينها أمير المؤمنين عند رأسها، الحسن على يمينها، الحسين على شمالها، زينب عند رجليها، وقامت توصي بوصايا، ويسمع أمير المؤمنين أنين الزهراء أنين يفطر القلوب، يخاطبها بلسان الحال الزايد عليك اليوم يا زهرة تلوجي بطلي وننك ذاب قلبي لا توني ويم الحسن بطلي الونين وجاوبيني وشوف يا ولادك بالبواكم ذوبين
قالت يا حادر فرق وبذك وداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين علي من هالمرض ما شوف يا حادر سلامة وتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه بس هالله هالله عقب موته بهاليتام سكن خواطر قوم ونشف دمعة العين بعد وجمع اصحابك عقب موته وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنون الله يا زهرة واللي كسروا وضلعوا بالباب عصرون لا يحضرون جنازتي مشيد الدين انت ريحانة النبي بضعة النبي نطلع الجنازة في الليل ليش يا زهرة قالت ما قصر ويا مرتضى رضى وضلو ولليوم من ضرب الرجس ما سكن وبعد على المختار ما نشفر قبل ولا طمني فوق خده ومحجر العين ثم التفتت الى اولادها اخر ساعات اللقاء تخاطبهم بلسان الحال عند الدنة ويا اولادي ودعوني يلا صوتك ومأجورها عند الدنة ويا اولادي ودعوني وتزودوا مني قبل لا تفقدوني انا ودي اقبلكم قبل لا تفارقوني يحفظكم الجبار يا حلوين الاطباع يحفظكم الجبار يا حلوين بني حسن إلي إلي عندي الدنة يا أبو محمد بشوفك عندي الدنة يا أبو محمد بشوفك بقبل شفاتك وبقلب جفوفك أنا تني أعاين بالسموم أخضر جوفك انا جني اعاين بالسموم اخضر جوفه والله يعين اللي يشوفك حيل انزاع والله يعين اللي يشوفك حيل ثم مدت بصرها نحو الغريب نحو العطشان نحو الحسين بني حسين الي اليك جاء الحسين انظر بعين القلبها كأني بها أحلت أزرار خميصي قامت تنظر في مواضع مخصوصة شمته في نحره قبلته في صدره وهي تنادي أنا جنند الدنة يا غريب الغادري عند الدنة يا غريب الغادري أنا ودي أقبل من حرق قبل المنية وبقبل ضلوع ترضها لعوجية ووصالك اللي بكربلة تتوزع وزع ووصالك اللي بكربلة تتوزع وزع
المعذرة سيدي يا صاحب الزمان وإليكم هذا البيت يفتر القلوب. اسمع المصيبة بلسان حال الزهرة بني حسين. أنا جني أشوف الشمر جالس فوق صدره. بالنعل وبسيفه يحز يا حسين نحراك وزينب تهل دموعها يا ابني وتنظره. واني مثل زينب اشوفك في لظى القاع. واني مثل زينب اشوفك في لظى القاع. ثم وجهت بصرها نحو زينب نحو أم المصائب ومدت بصرها لزينب ونادت عليها. عندي وصية يا وديعة واقبليها في كربلاء يا نور عيني نفذيها. ولمن تشوفين الصبط نادى بالوداع. أوصيت يا زينبها ما هي الوصية؟ قالت عني ثلاث مرات قبل منحر حسين. في الصدر نوب ونوب يا زينب بليذين. ولا الوديعة تصيح ريت اندفن هالحين. ولا شوف جثة الأخو تبقى على القاع. ولا شوف جثة الأخو تبقى على عظم الله لكم الأجر. ثم قالت لأولادها أولادي اذهبوا إلى قبر رسول الله. ثم اغتسلت الزهراء لبست ثيابا جديدة فرشت مصلاها نادت على أسماء يا أسماء أنا داخل الحجرة كلمي لي وإذا كلمتك فبها وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي المصطفى. ودخلت الزهراء فرشت المصلى رفعت يديها ناجت ربها تقول أسماء. بعد ساعة انقطع صوت الزهراء. ناديت عليها يا ابنة حبيب المصطفى لم تجبني. يا ابنة من خير وطأ الحصى لم تجبني. يا ابنة من حمل الركن بأطراف الرذا لم تجبني. يا ابنة من عرج به إلى السماء وصلى بالملائكة مثنى مثنى لم تجبني. دخلت الدار عليها وإذا بي أراها ممددة. رفعت الغطاء من على راسها وإذا بي أراها ميتة. رحم الله من نادى وفاطمة. رحم الله من نادى والسيدة. تقول أسماء بين أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد أقبلا. انظر بعين القلب أسماء أين أمنا فاطمة؟ قالت لهما تريدان الطعام؟ قالت أسماء منذ متى ونحن نأكل من ذول أمنا فاطمة؟ كأني بأسماء قد انفجرت بالبكاء. قالت لهما عظم الله لكم والأجل قد ماتت فاطمة. ودخلوا عليها الحسن والدمع همان ومن عاينوها تعفروا في الحال. وتعفروا واحد يمين واحد وام الشهيدة
سيد حسين ينده وينادي من نوم تجقعدي يا مكسورة الضلع ومسحدة مع عيني ترام عزيزة إحسان ما كانت العادة عن أولادك تصدق خان الدنار وتشمتت بين الأعادي غسلها أمير المؤمنين كفنها ثم نادى على أولاده أولادي هل أمولي وداع أمكم فاطمة اسمع الرواية التي تفطر القلوب جاءوا وانكبوا على صدر أمه فاطمة يقول علي والله لقد حنت وأنات وأخرجت يديها من تحت كفنها وإذا بصوت من السماء يا علي يا علي يا علي نحي الحسنان فوالله لقد أبكى يا ملائكة السماء وحملت جنازة الزهراء ليلا نلطم على الزهراء وأسألكم الدعاء أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة يلا مأجور صوتك أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة هذا نعش اللي حمل أطهر جسيب هذا نعش البيض العلم الهشيب هذا نعش الجرعة أشكال الحضور ماتت بغصة قهر مظلومة بنت الشرف المكرمة أولا يا فاطمة أولا أولاه أولاه يا فاطمة أولاه أولاه يا فاطمة أبا الله يا شيال نعش الطاهرة على هونك من تسير على الثرى ليش ترى ضلوع أم الحسن متكسرة ترى ضلوع أم الحسن متكسرة وبيها نيران الحزن مضرومة وجيفنها يا هل دمى أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة أولا 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 يا فاطمة أولا أولا اسمعها وصو حيدر من ينزل القبول لا يوسدها على خدها المنصط يا زهراء وصو حيدر من ينزل هالقبول لا يوسدها على خده من سطور بيد لا يلجم ضلعها من كسور جروح فاطم علمة مرسومة بلا صياط مألمة أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة
أولا أولا يا فاطمة أولا أولا يا فاطمة بيت الدعاء ولا عنده حاجة يستحضر حاجته اجت أم المصائب اسمع لسان حالها اجت زينب اجت زينب والدمع منها يخور 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 تصيح وين اللي ضلعها من كسور ايش عندك زينبها تصيح يا علي احفر لي مع الزهرة بنت ما أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذى يا الله ونحن نقرأ الدعاء يوصيكم الأخوة أن يكون هناك جمع إلى المقبرة أعينه وعانكم الله إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر استودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر يوم أقرب من ذلك يا كريم اللهم شافي كل مريض داوي كل جريح سيما مرضانا وجرحانا اللهم اشفهم بشفائك داويهم بدوائك عافيهم من بلائك بحق مريض كربلاء زين العابدين لا تنسوا السجناء خصوصا سجناء جاءوا ندعو لهم بالفرج اللهم فك كل أسير اللهم فك كل أسير سيما أسران المظلومين خلصهم وفرج عنهم يا الله بحق باب الحوائج موسى بن جعفر اللهم رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم لا تخرجنا من هذه